مشاهدينا نحييكم من جديد. أهم الملاحظات على أحداث اليوم نؤكدها من جديد. أيضا مسيرات الإخوان لوحظ فيها أولا أنها كانت سلمية، خلت من العناصر المسلحة، هذا أولا. ثانيا إن يبدو أن جماعة الإخوان بدأت تفقد قدرتها على الحشد. ثالثا يبدو أيضا أنه الذي يساهم في عدم التمكن من الحشود الكبيرة للجماعة هو أنه الأهالي في الشوارع والميادين هم الذين يتصدون لمسيرات جماعة الإخوان. هذه هي أهم الملاحظات. قتيل في طنطا، 27 مصابا في القاهرة و25 مصابا في طنطا، وفي البحيرة إصابات نتيجة اشتباكات طفيفة بين الأهالي وبين أنصار رئيس المعزول وأنصار جماعة الإخوان. هذه هي أهم الملاحظات حنعيشها مع ضيفي الأستاذ مختار نوح السياسي البارز والمحامي الشهير. أهلا بيك أستاذ مختار. أهلا بيك. وانت بقيت ما بتحبش نقدمك والمنشق عن جماعة الإخوان. طيب خلينا يعني نقول أولا عايز ملاحظاتك على مسيرات اليوم. هل فقدت الجماعة قدرتها على الحشد؟ ولوحظ أيضا وإحنا تناولنا ده الحقيقة عصر اليوم، لكن يعني كمحصلة لليوم لوحظ أيضا أنه المسيرات كانت سلمية مقارنة بما حدث الجمعة الماضية، كانت المسيرات مسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة في مراجعات بدأت الآن، مراجعات نفسية وفكرية. مراجعات داخل الصف الإخواني. ومن الجدير بالذكر أنا عايز أقول لحضرتك إن كان في أصلا من 60-70% من شباب وأعضاء الإخوان كانوا رافضين اللي بيحصل، يعني كانوا رافضين طبعا وما حضروش. 60-70%؟ طبعا ما حضروش. وأنا بعتبر إن كان في مراجعات من البداية، من أول وقت تم ترشيح فيه الدكتور مرسي وكان في حالة رفض لهذا الترشيح، وتم جر الافراد عن طريق برضو قضيه السمع والطاعه وقضيه عدم جواز الانسحاب في الوقت الحرج والكلام ده، جرهم الى اعمال متتاليه من وقت بعد وقت. يعني المراجعات دي عندنا امل في انها تعيد تاني للاخوان سلميتها زي ما رجعت النهارده بمنتهى البساطه. يعني قالوا لي في مسيره في الزيتون من عده مئات، ما بقتش قلقان لان انا عارف عندي معلومه ان في مراجعه في قضيه العنف وما جلبه على الاخوان والاخطاء اللي تم فيها تركيب آلة العنف على فكر الاخوان، حتى ان المساله الناس ما بقتش عارفه تفرق، واضطر الاخوان بعد ذلك الى ان يتبنوا عاصم عبد الماجد ويتبنوا صفوت حجازي. ولعل الدرس اللي فات من هروب البعض من المركب الغارقه، انا بقول المركب غارقه لان اي حاجه اي خساره تحصل هي خساره الجمهور مش خساره القانون. يعني مفيش حاجه اسمها شرعيه، وعمر الاخوان ما كان عندهم حاجه اسمها شرعيه ولا اهتموا بقضيه الشرعيه. كانت الانتخابات بتزور بالكامل وينجح 7-8 الاخوان نقول يا سلام الحمد لله، ده حاجه عظيمه جدا ومزور لهم خصيته. عمرهم ما بحثوا عن الشرعيه الا تحت هذا الغطاء الزائف اللي زينه الشيطان للبعض في ان احنا نقاتل من اجل شرعيه احنا عمرنا ما كنا بنبحث عنها ولا مهتمين بيها. طب بس نقاتل من اجل الشرعيه، تعتقد من الذي رفع هذا الشعار داخل الجماعه بشكل بارز وهو الذي قادها الى هذا المنهج المسلح؟ اللي قاد الجماعه المنهج المسلح الحقيقه قياده العقل الواحد والفكر الواحد. العشرة 15 اللي كانوا في مكتب الارشاد بيحملوا فكر مختلف عن تاريخ الاخوان اصلا. مختلف تماما، مختلف حتى عن عمر بديع والمهندس خيرت الشاطر. لا الدكتور بديع بيومي. لا دول حاجه والدكتور بديع حاجه تانيه. الدكتور بديع ده طبيعه خاصه ومضطر انه يساير هذه المجموعه، اضطر الى ان يساير هذه المجموعه باعتبار ما توهم هذه المجموعه به الاخرين فيها ديمقراطيه وراي. انما هذه المجموعه الحقيقه جرت الجماعه الى كل هذه الويلات. تصرفات من الدكتور مرسي الخاطئه، جاء قائدا فاذ به يقاد بطريقه عفوية خالص، حتى يقاد من الأفكار العشوائية. فكرة عشوائية تنبت كده تقوده زي فكرة الاستاد المغلق، فكرة التكفير اللي صاحبت هذا التجمع قادت الدكتور مرسي، وكأنه جلس صامتا أمام فكرة بتقوم على تكفير المجتمع وقسمته وهو استجاب لها ومشي في ركابها، فأصبح يقاد ولا يقود. بعد ذلك بقى الأمور تطورت التطور اللي حضرتك شايفه ده إلى أن فقدت الإخوان السيطرة على الموقف في رابعة. المنصة مربوطة بخشب دي من ثلاثة أبيض اللي بيجيبوها من عند الأخ بتاع الفراشة
دي قادت مصر كلها الى ما رايته من منظر. منصة رابعة. منصة رابعة. يعني هذه المنصة الخشبية، الخشب ده قادت علينا، اللي يطلع يشعر بنشوة تنتابه حالة نفسية، والحالة النفسية دي تصيبه بانه يقول كلام فيه افراط ويقول كلام غير محسوب، وفجأة الناس تهتف وراه فيتخيل نفسه زعيما فيقول اي كلام ضد المنهج وضد الدين وضد العقيدة وينسى نفسه. هي المنصة الخشب دي المشكلة، اللي بيقعد عليها دايما بيصيبه الغرور. هي منصة القيادة لما يكون تحت الجماهير تقوم انت تقول عزيمة مش عارف الناس تردد وراك، دي بتصيب ويستدعي غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا يعني سمعنا كلامك. انا عايز بمناسبة الكلام ده يا جماعة، عندنا الفيديو الشيخ اللي هدد بعمليات استشهادية وبعدين هو يعني يعتذر الآن بكل وضوح وبيقول إن أنا يعني لم أكن أقصد ذلك والصورة كانت مشوهة. نجهزه يعني لغاية ما الأستاذ مختار يكمل. بعد رابعة بتقول يعني بتعتبر إنه سقوط رابعة أو فض الاعتصام المسلح في رابعة هو الذي أدى إلى نهاية الجماعة بهذا الشكل، فقدت القدرة على الاتصال تماما. لا، هي فقدت القدرة من منتصف رابعة، يعني في كتير من اللي راحوا. زي ما قلت لحضرتك الهدف حتى كان غير واضح. انت لما تيجي تناقش الهدف ده يا اخوانا طبعا في عوامل كتيرة تضافرت هي اللي اعمت العيون، منها مثلا اعتبار ان اللي يروح رابعة ده يا سلام مع الدعوة ومش عارف ايه، واللي ما يروحش يبقى ضدها مثلا. هذا الارهاب ده هذا الارهاب النفسي خلى ناس كتيرة تروح مش مقتنعة عشان يبقى اسمه راح، وخلى ناس كتيره من التيارات الوسطيه العاقله تخاف انها تقول لهم ده غلط واخبارها. واحنا يعني المجموعه البسيطه اللي كانت بتظهر وتقول ده غلط الان يعني حقيقه بتحمد ربنا ان ربنا اداها الشجاعه انها تقف وتقول ده غلط، دي جريمه، لان دي كمان ضد تعاليم الاخوان نفسها اللي ربت عليها الناس. ما لا يتاتى الواجب الا به صار واجبا، المباح اذا ترتب عليه حرام فهو حرام، حاجات كتيره كنا بندرسها علشان ما نغلطش. نظن يعني شرب الماء ده مباح، لكن لو شربوا المحروق يبقى حرام، لان المحروق بشرب الماء يموت يتعرض لمهلكه، فيبقى الماء عليه حرام، يحرم عليه الماء اللي هو مباح. امور كثيره جدا كانت بتدرس شفنا عكسها في رابعة نتيجة فقدان الإخوان فكريا السيطرة على رابعة، ثم فقدانهم قياديا، ثم اغترار بعض الموجودين وحماسهم الزائد. واعتقد ان حدثت جوه رابعة جرائم مش ضد الإسلام، ضد الإنسانية، ضد الإنسانية طبعا. كلام ده مهم جدا لما نسمعه من الأستاذ مختار نوح تحديدا، وهو المشهور بالدقة الشديدة بالإضافة إلى الموضوعية الشديدة أيضا. يعني رابعة شهدت جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لأن البعض يحاول أن يصور أنه رابعة هي مجتمع الضحايا أو مجتمع ملائكي. تعال نشوف الشيخ الذي هدد بعمليات استشهادية وهو الآن يعتذر للشعب المصري، ثم نعلق على كلامه. السيسي أنذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر، وانت اللي دمرت مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بعتذر لكل شعب مصر على الفيديو اللي استخدم استخدام غلط، وكان الفيديو ده لظروف ان هو كان ساعد غضب، كان يوم 3/7 بعد البيان، وخفت على مصر وخفت على اهل مصر، وخفت ان احنا نبقى في حرب اهليه او ان احنا نقتل في بعضينا او تبقى في مشاكل وتبقى وناس تتصرف بمزاجها والناس مش مسؤوله عن تصرفاتها. وحذرت من كده، حذرت ان يبقى في ارهاب او يبقى في حاجه وحشه او في حرب اهليه. ده خوف على البلد، بس التعبير خني لان كان في غضب، وكان في غضب في الشارع، والناس كانت بتتصرف تصرفات غريبه، ناس تكسر العربيات، خفت من الناس دي ان هي تتصرف تصرفات مش مظبوطه وتحرق البلد. خفت ان الناس دي تنحرف عن الطريق وتشكل جماعات. انا خايف من الدم، كل الدم دم مصري، وكل الناس دي كلها مصريين وعايشين على ارض مصر. ليه نقعد نقتل في بعضينا؟ وليه نقعد نقتل في بعضينا؟ تقتل في سينا وتقتل هنا وتقتل هنا، كلنا مصريين شاربين من النيلها. انا خايف على البلاد،
وخايف عن خايف منها من الفتن، وخايف من الحرب الأهلية، وخايف من الدماء البريئة. أنا بعتذر تاني مرة لكل أهل مصر. أنا كنت في حالة غضب، وأحيانا الغضب بيبقى حماقة. استاذ مختار، هو كمان انا بقول لك انا شفت الناس بيكسروا عربيات، يعني هو شاف المعتصمين حتى بيكسروا عربيات، فعلا انا خفت من الغضب انهم يعني ينتقلوا بعد كده الى، هو كان هدد بانه سننفذ عمليات استشهاديه، وده واضح من الجو اللي انت بتقول عليه، لكن ربما يكون هذا الاعتصار بمثابه وسيله للنجاه، وربما يعني يكون انه يكون امينا في هذا الاعتصار، الله اعلم. لكن التعامل القانوني معاه كمان الله اعلم. اما نشوف يعني استاذ مختار، يعني هنا في تصريحات من هذا النوع كيف تتعامل معها؟ الحقيقه هو اعتذار محمود جدا، وانا بقول لحضرتك ان التاثير النفسي، انا طبعا مع الاستاذ صفوت حجازي، انا مش مقتنع باللي قاله صفوت حجازي، لازم يعتذر اعتذار صريح لانه ساهم في بمسامحة فعالة في الجرائم، إنما الاعتذار ده أنا موافق عليه. ليه؟ الاعتذار ده بيعبر عن فعلا حالة نفسية، مش حالة غضب، إنما حالة شعور، شعور بالبطولة، واخد بال حضرتك، حالة شعور بالافتخار بفعل. هو أصلا الراجل ده الطيب ده لو حضرتك تشوف دراسته تجد إن دراسته ضد ما فعله، دراسته الدينية ضد ما فعله، لكن الشيخ أحمد عطية العتر؟ أنا يعني أنا أكاد أعرفه يعني. وانا اعرف ان دراسته غير ما فعله، غير كان ما كان معتدلا، كان انما اللحظات الحماسيه زي ما قلت لحضرتك هذه المنصه الخشب دمرت حاجات كتيره جدا. والله فكره كويسه المنصه الخشبيه في رابعه العدويه دي. والله دي عايزه بحث نفسي واجتماعي. لا ومش بس كده، شيل اي واحد على الاكتاف وخليه يهتف في النار. امال الرسول عليه السلام ليه علمنا التواضع عند النصر والاستغفار، الكثره من الاستغفار؟ لان في تغيرات بتحصل سيكولوجيه رهيبه جدا عند الانسان. هو ده البلتاجي اللي حضرتك كنا زمان بنقدم له دعاوى علشان يدخل الجامعه، وكان امن الدوله رافض، والوداع اللي كانت فيه هدوء. لا مش ده البلتاجي. ولا ده عصام اللي حضرتك كنت بتقعد معاه قبل كده. في تغيرات نفسيه جدا. ما لم يقي الانسان نفسه شر هذه التغيرات بصناع جدار واقي بينه وبين التغيرات، بينه وبين هتافات الجماهير وصرخات الاعجاب، والعكس بالعكس. يعني احنا لما نيجي نقول راي ارضاء لله سبحانه وتعالى، حتى تعرض لاشياء كثيره تهزك وتخلخل الثقه في نفسك. واحد يقول لك قبضت كام، واحد تاني يتصل بيك، واحد تاني يقول لك وعدوك بايه، يعني على اساس ان اللي بتقوله ده خيانه عظمى لثوابت عندهم انها صحيحه. يعني هذه الهزه تجعلك تؤثر السلامه وتسكت، العكس بالعكس. الثاني هذا الاعجاب الشديد والدفاع المنبوج القوي في الحق والباطل. يعني انا قابلت بعض اصدقائي فكانوا بيقولوا لي رايح مؤتمر، فبيقول خف على الاخوان شويه علشان احنا طالعين النهارده مظاهرات. قلت لهم ليه؟ قالوا عشان هأيد قرارات. بقول لهم قرارات ايه؟ قالوا ما اعرفش لسه. يعني انظر الى الحاله النفسيه اللي وصلت، يعني طلع يأيد دون ان يعلم ما الذي كانت سأيد. هذه القرارات من ألعن القرارات اللي اصدرها الدكتور مرسي، اللي هي قرارات النائب العام وقرارات مش عارف، وهتلاقي فيها الاعلان. وبصيت لقيت طب القرارات دي تتأيد زي كان معايا الاستاذ ابو العز ساعتها، كنا في في مكان معاه، فبقول له في مظاهرات طالع عشان تأيد قرارات، بيقول لي قراراتي، قلت له والله ما اعرف. انما واحنا قاعدين جات القرارات من ألعن القرارات اللي صدرت في حياتنا، كيف تؤيد هذا؟ على الاقل اسمع القرارات، قولوا للرجل لا، بعضكم يقول لا وبعضكم يقول لكن هذه ايضا من امراض السمع والطاعه اللعينه، اللي هي سمع وطاعه بلا ادراك، سمع وطاعة من خلال اشعارك بانك في معركة وانت مش في معركة. الحقيقة ان ما كانش في معركة ومحدش كان ضد حد، ورابعة عملت معركة من غير ما يكون في معركة. والذي كانت تدافع عنه رابعة، يا ما الاخوان تنازلوا عنهم بسهولة حتى لو كان موجود. انا طبعا معترف ومقر وابصم وشاهد على ان هناك ثورة في 30/6 اطاحت بالدكتور مرسى، انما هفترض ان ما فيش ثورة، وان اللي اطاحه حسني مبارك. ساعة اذ كان لنا 2000 مثال تطبيقي ان حسني مبارك كان بيعمل العمله ويقول لنا ايه رايكم، نقول له موافقين يا ريس، وهو بيزور انتخابات، وهو بي 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 بيحبس ناس، وهو بيعذب وبيكهرب، كنا نقول له موافقين يا ريس. يعني انت طبعا حضرتك بتقول ملاحظه في غايه الاهميه، يعني الاخوان اللي ولعوا في البلد بسبب تعبير الشرعيه، انت بتقول مبارك فعل فيهم الكثير،
وتنازلوا طوعا عن وكانوا يتنازلون طوعا عن هذه الشرائط. طب يا جماعه تنازلوا في المره دي كمان ده لو كانت حقيقيه. يعني بقول لحضرتك هذا مع الوضع في الاعتبار ان 30/6 دي ثوره حقيقيه انا لمستها وشفتها وعشتها ومشيت فيها، انما مع ذلك انا هفترضها. لكن ايه منهج الاخوان في مثل هذه المواقف؟ المنهج كان هو ان تتنازل وان تترك. يعني انا لسه كنت حالا مع محمود بيساعد وقلت له انا اتحقق معاه في زمان محمود ساعد انا اتحقق معاه 3 مرات في الاخوان. في الثالث مره عشان عملت مظاهرات ضد الرئيس مبارك في قتل حضرتك عصرت الاحداث دي، قتل عبد الحارس مدني طلع المحامي حضرتك يمكن يعني كتبت عنها وقفت معانا والاخوان كانوا ضد ذلك، كانوا حققوا معايا فيها لان احنا ما كانش من منهجنا الثوره ولا الاعتراض ولا حققوا معايا صراحه كده. اسمعوا يعني يا جماعه هذا الكلام جيدا من الاستاذ مختار نوحي. ويوم ما عيدتش الرئيس مبارك في الانتخابات اول انتخابات كنت عضو برلمان وما عيدتش حققوا معايا فيها. يوم ما شلت صوره من نقابه المحامين حققوا معايا فيها، لان الاخوان ليست مؤهله ولا من مبادئها. يعني كانت بتتنازل عن 3/4 حقوقها، اذا نجح لك 5 اعضاء بينما لازم ينجح لك 500 ما كانش تتكلم، اذا اتظاهرت انتخابات ما كانش تتكلم، كله بالقانون، التزم القانون وتنازل وتنازل من اجل الحفاظ على الدعوه. ده كان المنهج الاصلي وده مش عيب، ده بالعكس ده المنهج السلمي، لان احنا علينا اللي علينا هو البلاغ، نبلغ والله دي مكارم الاخلاق. احنا جماعه فضيله، ما احناش جماعه سياسه ولا حكم، جماعه فضيله. واي جماعه موجوده غير الجماعه الرسميه اللي بتحكم البلاد هي جماعه فضيله، لا تزيد عن كونها جماعه فضيله، تدعو الى الفضيله، والسمع والطاعه لها يكون من باب الفضيله مش من باب الطاعه في معارك، مش من باب العسكره. الامور دي كلها هي اللي اسس عليها عمر التمساني جماعه الاخوان. سرقت منه جماعه الاخوان، سرقت في الفكر قبل ان تسرق في المبادئ، سرقت في الفكر نفسه، طريقه التفكير، تقسيم المجتمع، نظرتها الى الاخر، نظرتها الى الاخر، كل ده اتسرق وبدانا نشوف واقع جديد. نظرا لان السمع والطاعه زادت عن الحد المطلوب، ما بقاش حد يقول ده غلط وده لا. ونظرا لان الجماعه بقت تحكم بالديكتاتوريه من غير لائحه، لم يصعد الى الساحه فكر جديد، فاصبح ال 13 اللي بيحكموا كانهم واحد. هذه الجماعه كلها الذي دمرها واحد. واحد واحد اللي هم ال 13 تحولوا الى رجل واحد، رجل واحد، قرار واحد، خطأ واحد، استمرار في الخطأ واحد. ويستطيع انه ينزل للقاعده ترفض مين وتقبل مين. يعني انا كنت مختار المحبوب اللي متشرع على الكتاف لغايه 2009 مثلا او 2010، لما بدات تقوم الثوره في 2011 وبدات اقول رايي بالمخالفه للاخوان خلاص نزلت الى بعت نفسك بكام والنت والهجوم الشرس. ونفس الامر جمال سلطان، محمود سلطان، كل الدعاء لما يكتبوا مقالات شالوا طول عمرهم الاخوان على الكتاف، ولما جم يكتبوا مقالات يقولوا فيها راي مخالف بداوا يهاجموا. ده صناعه الشر، كيفيه صناعه الشر، كتم الراي، ارهاب الاخر. طبعا دي كلها كانت خطط وتكتيك والخطا واحد. النهارده لما تيجي تسالني عن العوده الى الصحيح اقول لك العوده الى الصحيح تبدا بأن هذا الشخص الذي كان يحكم الجماعة عليه أن يتنحى إذا كان حريص على الجماعة، وأن يسلم الأموال إلى جيل آخر وأفكار أخرى، ويحقق مبدأ الشورى الحقيقية، ويتفضل ياخد أجازة ويتكل على الله. الشخص ده اللي هم ال 13 يعني. شايف أن ال 13 القادة لابد أن يرحلوا ويسلموا الأموال طبعا والجماعة بالكامل، والجماعة بالكامل جديد إلى جيل جديد. ومش بس كده، ويعتذروا عن انهم خلطوا فكر الاخوان بفكر التكفير، بفكر السلفيه الجهاديه، بفكر يعني اقول لحضرتك ايه؟ بفكر كنا لا يمكن نقترب منه ولو بالمناقشه حتى. ولو بالمناقشه، يقول لك ابعد عنه حتى لا يؤثر عليك. فكر التكفير. يا اخي الفاضل ده ما فيش واحد من الاخوان وقف مع شكري مصطفى، كلهم هاجموه. الشيخ القرضاوي نفسه نزل كتاب في مهاجمه شكري مصطفى. اللي هي ظاهرة الغلو في التكفير، التكفير اللي هو كان جماعة التكفير والهجرة يعني. ثم أصبحنا الآن شكري مصطفى بتاع جماعة المسلمين، أصبحنا الآن شكري كان بيقول إيه أكتر من اللي بيتقال دلوقتي؟ كان بيقول جماعة مسلمين وغيرها غير مسلمين، هو ده اللي بيقال الآن. إنك أنت لو تعرضت يا أخي ده السلفيين خونوا، السلفيين اللي هم أهل المتون اللي هم بتوع النص الجامد اللي خونوا لان هم مرضوش، ائمه السلفيين مش كل السلفيين لانهم مرضوش يشاركوا في رابعه، مرضوش يبدوا رايهم. الى هذه الدرجه كان في واقع ارهاب في الفكر طبعا.
الى هذه الدرجة في واقع ارهاب. هذا الواقع صنعه الشخص الذي يدير الجماعة، وبعدين خلط فكرنا بفكر اخرين في مؤتمر المنصة، بعد كده الذي اصبح يقود هو الاخر اللي احنا كنا رافضين فكره، هو اللي بيقود، هو اللي بيستحل، هو اللي بيعلن الجهاد، هو اللي بيحرق. ده يا اخي الفاضل حريق رمسيس، الناس اللي كانت على كوبري اكتوبر، انا اما اشوف الوجوه دي استغرب، هذه الوجوه ليست وجوه الاخوان اللي قعدت تحرق المباني وحرقت الشركة في المقاولين، هذه الوجوه ليست وجوه، ولكنها تعمل تحت عباءة الاخوان طبعا، وبشعار الاخوان وبمظاهرات الاخوان. النهارده المظاهرات السلمية دي انا بعتبر انها بداية مراجعة حقيقية في فكر الاخوان عشان يرجع تاني الى الاصل. وانا اعتقد ان في ثورة هتحدث داخلية في الجماعة، لان الخسارة كبيرة جدا جدا فوق ما يتصور انسان. طيب ده بيخليني اسألك، بس قبل ما اسألك ده، يعني كمان مش ملاحظ ان الجماعة سابت نفسها لبعض السطحيين في الفكر؟ يعني كلنا نعرف صفوة حجازي والمهندس عاصم عبد الماجد واخرين، ورغم احترامنا الشديد لأي حد، يعني مش عايز أصفه بأنه سطحي أو تافه، ولكنه ليس بالفكر العميق الذي يمكن أن يقود شبابا، يعني يقول أنه تربى على أفكار من هو أفضل مثل حسن البنا. يعني إيه اللي يخلي شباب في الجماعة يتركون أنفسهم لصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد مثلا؟ هي نظرية الاستقواء، الاستقواء بالخارج والاستقواء بالآخر بالعنيف، كان الدكتور مرسي بيطبقها، او الجماعه بتطبقها علشان تقدر تقف قدام المعارضه المدنيه. استقوى انا اخوفهم بدول، طبعا طبعا اخوفهم بدول، اخوفهم بعصام ماجد. عصام ماجد مثلا له تاريخ في القتل، يعني وفي استخدام قتل 100 وشويه من ضباط الشرطه وبالتالي هو وزملائه، يعني ما كانش ممكن يقف عصام العريان مثلا على المنصه يقول لك سنسحقكم، ما يقدرش، ما يعرفش يقول، ولو قالها هيبقى واضح التمثيل، انما لما يقولها غيره تتصدق سنسحقكم. واللي يقول لك برضو ان ارى رؤوسا قد اينعت حان وقت خطافها والكلام ده ما يقولهاش الا واحد تتوقع منه ذلك. ده عاصم عبد الماجد بيستعير مقولة الحجاج بن يوسف الثقفية، دي تصدقها من عاصم، لان عاصم في القضية بتاعت الجهاد قتله 121 واحد او 127 واحد مثلا، واخبال حضرتك تقدر تصدق من هذه الشخصيات بالظبط كده هي اللي تم الاستقواء بيها. اما الاستقواء بالخارج ده بيقع فيه كل رئيس دوله مع الاسف الشديد، كل واحد يجي، حتى الدكتور مرسي لما جه صدق امريكا، امريكا ما تقدرش تعمل حاجه على فكره، وانا بقول لحضرتك دلوقتي وانا واثق ان امريكا هتضايق الاخوان قريبا جدا بابخس الاتمان. ليه؟ لان امريكا اصلا ما بتتكلمش على جماعات، ولا امريكا بتتكلم على مصلحتها، كانت زعلانه على الاخوان وعماله تبعت لنا ناس وتهددنا والكلام ده، مش عشان حقوق الانسان، هي مش الموضوع مش في دماغها حقوق انسان ايه اللي امريكا، هي اعتقدت ان الجماعه قويه ويمكن ان تعود ويمكن ان تحقق لها هدفها في حل مشكله حق العوده بالنسبه للفلسطينيين وتوسيع مدينه غزه، وفي حق دارفور لتسليمها الى اهل الجنوب، وتقزيم القاهره، يعني تقزيم مصر شويه، مصر تقل شويه، ثم بعد ذلك تمهيدا لقيام حرب ما بين غزه وما بين منطقة العاصمة، يعني تبقى منطقة حدودية كده غزة، ثم تتدخل أمريكا بأفكار. هتقول لي الكلام ده كله جبتوه منين؟ الكلام ده كله يا أستاذ مكتوب في الشرق الأوسط الجديد من مدة طويلة، والشيء الغريب إن الكلام ده مكتوب ويحصل في العراق، وطبعا خد بال حضراتكم ما دخلوا العراق عن طريق قطر، بس عشان نبقى عارفين قطر هي المدخل لكل الدول اللي اتقسمت، لازم المشاهد يعرف هذا الكلام، دخلوا العراق عن طريق قطر، واخد بال حضرتك، وما يحدث في سوريا الان، وما يحدث في سوريا الان عن طريق قطر. قطر والمرتب لمصر كله كان عن طريق قطر. اللي مش يعني اللي مش عايز يقرا ده حقه، مش عايز يقرا، بس كمان ما يكذبش من يعلمه، يعني من حق الانسان ما يعرفش، لكن كمان لما واحد بيعرف يقول ويقول لك مصادره، لا طبعا امريكا يهمها اسمة الجيش المصري واسمة المنطقه المصريه، اصل الجيش الوحيد اللي فاضل، والسعوديه تعلم ذلك، السعوديه تعلم ان مصر بيننا وبين السعوديه على فكره حته بحر قد كده، من مصلحة السعودية أن يكون هناك جيش قوي يعمل حدود، احنا بيننا وبينهم عبارة، مش بيننا وبينهم مئات الأميال، كل الوطن العربي ده بينه وبينه عبارة. فأمريكا لما تقسم هذا الجيش وتضعفه، جيش مصر، يبقى ده آخر جيش موجود. وفي جيش في السودان، في جيش حقيقي في العراق، في جيش حقيقي في اليمن، في سوريا، ما لازم نفهم المخطط. الجيش المصري هو الجيش الوحيد المتماسك، وهو جيش ليس طائفيا، ليس عقائديا، هو جيش وطني فقط، ولا يتبع شيء ولا يمارس السياسة. وكان برضو يعني المسائل الواضحة ان هذا الجيش نصوصه التي حصلوا عليها
اللي اداها له مرسي عشان ما حدش يقول انقلاب عسكري ومش انقلاب عسكري، نصوصه واعطائه حق التدخل لحمايه الامن والسلام اللي اداها له مرسي، ما ادهالوش حسني مبارك. الحقيقه حسني مبارك كان مدي للجيش نصين، لازم الناس كلها تعرف هذا الكلام. انه الـ محمد مرسي هو اللي اعطى سبع نصوص للجيش، ده في الدستور، في الدستور اللي عمله واللي قال عليه احسن دستور واجدع دستور. والجيش ما كان له ان يتدخل مثلا في زمن مبارك الا بنص عام. زمن مبارك كان له نصين بس، انه ملك الشعب، انه مش ملك ليس له رئيس اعلى انما هو ملك الدوله، والنص الثاني التعبئه الوطنيه ينظمها القانون، بس كده ليه التعبئه العام. ادي النصين بتوع الجيش قبل كده، وكانت المساله ماشيه 24 قاعد. بصينا الى الدكتور مرسي في احسن دستور اللي هو عمله اللي اشاد بيه صناعه، ادوا للجيش سبع نصوص، وللعلم مش هيتشالوا لان ثبت ان استخدامهم فعلا كان لصالح الوطن، لكن هو اداله سبع نصوص. السبع نصوص دي تجعل للجيش حق التدخل لرعايه الامن، وادى استقلال للنيابه العسكريه، وادى استقلال للمحاكم العسكريه، وعلى عكس ما يعتقد البعض اجاز الدكتور محمد مرسي محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه. بس قال ايه؟ قال في الجرائم العسكريه او وفقا لتنظيم القانون. الجرائم العسكريه بيحددها مين؟ النيابه العسكريه. اخبر حضرتك في اي حد النهارده يتكلم عن عسكره الدوله اقول له اسف، الذي عسكر الدوله واعطى الجيش هذا الحق هو الدكتور مرسي، خدوا بالكم. والذي اخلى سبيل مبارك هو الدكتور مرسي، واوعى حد يتخيل غير كده. والدكتور مرسي عمل نص خاص باضافه اخلى سبيل مبارك. ازاي؟ مبارك خد كل الاخلاءات وكل النقود في عهد مرسي. يعني لما يجي المشهد الاخير بعد رحيل مرسي، فالمشهد الاخير كان قانونيا لا تستطيع ان تطلع، يا ريت قانونيا، ده لا يجوز حبسه، لان الدكتور مرسي اقر قانون التصالح. ما الناس مش عارفه الدكتور مرسي كان بيعمل ايه. يا ساده، القانون رقم 4 لسنه 2012، ثم جاء برلمان الدكتور مرسي اللي هو البرلمان الاخواني السلفي مع الاعتذار للاخوان والسلف، فاقر هذا القانون ومشى عليه، ثم اقروا جواز التصالح بمقتضى القانون رقم 4 سنه 2012، ثم سنوا قانون للتصالح والتجاوز على الجرائم التي تمت في حق مصر. ايه بننسى ليه؟ ده هي الموضوع ما بقالوش سنه. قانون اهو، اقروا قانون رقم 4 سنه 2012. مبارك رفض التصالح في جرائم الاموال العامه، ورفض يضيف هذا النص في القانون بتاع الاستثمار، وقل اضافه الرئيس مرسي. انتوا يعني معقول سنة تنسي الناس هذه الحقيقة؟ لا، ويدعون انه رحيل مرسي سيؤدي لإعادة النظام السابق، نظام مبارك. انت بتقول هنا ده مرسي هو الذي وضع المواد التي تمكن كل رجال النظام السابق حتى من النجاة. طبعا يا سيدي، بالشكل اللي انت بتقوله يعني. طبعا يا سيدي، بالاضافة هم يقولون يسقط حكم العسكر، وانت تقول هم الذين العسكر جاءت في دستور 2000. ما حضرتك هي المسألة ايه؟ احنا محتاجين مناظرات قدام الشعب، محدش يضحك علينا بعد كده بالشرعيه ولا بالشريعه. الدكتور مرسي لما جه ما عملش قوانين شريعه، عمل قوانين ضد الشريعه. يعني يا ريته ساب القوانين في حالها، لا ده عمل قوانين ضد الشريعه، زي تحصين كلام، يعني كلام لازم يكون رسمي، زي تحصين القرار الاداري من الطعن فيه. الشريعه تنهي عن انك انت تحرم انسان من مظلمته. الاعلان الدستوري اللي عمله كله تحصين، والدستور اللي عمله حصن القرارات الاداريه الناتجه في الانتخابات من الطعن عليه. شيء غريب. حتى الماده اللي عملها الدكتور طارق البشري وكان معاه الاستاذ صبحي صالح ربنا يكرمهم، يعني عملوا ماده ما يعرفوش عنها حاجه، الماده 28 التي تعطي اللجنه حق اصدار قرارات واعلان النتائج دون جواز الطعن فيها ولا للمضرور. يعني لو جت اللجنه جت وراحت قايله ان وائل الابراشي اللي ينجح، وائل الابراشي مش مرشح، ده لا يجوز الطعن فيه من الناحيه القانونيه. انت اللي حصنتها كده، حصنتها. وهذا كلام، ومع ذلك المستشار طارق البشري من اكثر الداعين الان على انه ما حدث انقلاب، و وايضا صبحي صالح، وانت بتقول ساهم معا. لا ساهم معا، مفيش كلام، في كثير من المصائب التي طبعا. انا بقول لحضرتك حتى واللجنه الدستوريه، انا ماليش دعوه بقى بانها لم تمثل الجميع ولم تمثل مش عارف، ماليش دعوه بالاحزاب ولا بالكلام، ليه دعوه بان هذه اللجنه الدستوريه عملت أسوأ قانون وأسوأ دستور في تاريخ مصر. خليها لجنة تكنوقراط، وخليها لجنة من العلماء ما كانوش هيغلطوا هذه الغلطات اللي يغلط فيها تلميذ في أولى ابتدائي، في الألفاظ، في التشريع، في التناقض التشريعي. يعني أنا أقول لحضرتك حاجة، النص اللي الكل هيتخانق عليه بتاع النص الانتقالي بتاع الشريعة الإسلامية،
تطبيق هذا النص يجعلك لا تستطيع ان تطبق اي حاجة في الشريعة الاسلامية. يعني اللي عايز اللي هو ايه النص الانتقالي؟ النص اللي هو الخاص باحكام المذاهب المعتبرة والارجح الاراء في المذاهب. ما فيش حاجة اسمها ارجح الاراء في المذاهب. ده متمسك بقى حزب النور. ده اولا ما هو متمسك لانه ما يعرفش تاريخ المحكمة الدستورية. حزب النور ما هو حزب النور لازم يقعد مع الناس ويسألهم. المحكمة الدستورية طبقت الشريعة الاسلامية في اكتر من 300 حكم محدش يعرف عنهم حاجة. هو يا سيدي تحريم ومنع الامتداد القانوني في عقود ايجار الاماكن. هو كان حد قال بيها ممن يطلق عليهم الان الاسلاميون؟ مين قال؟ مين كان يعرف ان الامتداد القانوني الاجباري في عقود الانتفاع مخالف للشريعة الاسلامية؟ مين كان يعرف؟ مين اتكلم فيها؟ مين عمل ابحاث؟ هات لي واحد بس عمل بحث في قانون ايجار الاماكن وطلع النصوص المخالفة للشريعة. مش ممكن، مش هتلاقي، لن تجد. طيب خلينا واحنا بنبص للمستقبل، انت شايف انه الجماعة ستميل اكثر الى العودة الى الخلف والى الاعتراف بانه سلوك منهج الارهاب المسلح او العنف المسلح كان خطأ، لكن البعض بيتوقع حاجة تانية بعد مجيء محمود عزت كمرشد عام مؤقت. يقولون انه اكثر ميلا للعمل السري وللعنف، ويقولون انه لا الجماعة سوف تستمر في العنف عدة ايام. لا مش هتتجه للعنف الجماعة. انا بقوله على مسؤوليته ان هيحصل مراجعات، واي حد هتتجه في العنف هي الجماعة نفسها تحاول تقاومه دلوقتي علشان ما يعني لا وده واضح في مسيرات اليوم. طبعا لان اصلح حضرتك كل اللي هتعمله انك انت هتضيف نصوص قانونية جديدة او في مواد قانون العقوبات. يعني حضرتك طلعت في مسيرة واحد اتقتل، بس تعالى اللي هيتمسك في المسيرة هو شريك في هذه الجريمة بالتحريض وبالفعل وبالقول. دايما يد الدولة لما بتظهر بنتعامل معها بطريقة قانونية. يد الدولة لما بتغيب بتشعر فيها بشيء بكثير من الفوضى قدامها. يعني انا اقول لحضرتك واقعة، كنا في اخر حبسة في 99 ودخلنا ده اللي خدت فيها 5 سنين. وكان معانا الدكتور بديع وكان مدحت الحداد وكده. اما دخل الدكتور البشمهندس مدحت الحداد انفعل على شاويش اسمه محمود العجوز، شتم، كان في حاله ارتخاء بقى وكده يعني. فبعد شويه هاتوا مدحت الحداد ومعاه بطانيته خدوها حطوه في التاديب. تعرف كلنا غلطنا البشمهندس مدحت الحداد، محدش غلط محمود العجوز، لان محمود العجوز شاويش ولا حقوق عندنا. شوف حضرتك، وملناش ان احنا نشتمه، هو اللي بيحبسنا بيقفل علينا ما طلعناش للشمس، انما لا حقوق ما حدش يقدر يشتمه. ده كان مسلك اللي كان متبع لغايه سنه 2000. ما اعرفش بقى بعد كده يعني ايه اللي حصل وايه اللي تغير. فانا اعتقد ان في كثير من المفاهيم لازم ترجع تاني مره اخرى تسود في جماعه الاخوان المسلمين. طيب يبقى الاستاذ مختار نوح من خلال فهمه لطبيعه وتركيبة الجماعة بيتوقع انه الجماعة تعود للخلف وترتد للخلف وتعتذر. ده كده تبقى للامام، كده تبقى للامام يعني ترجع تاني لتقدمها الفكري تتقدم للامام فكريا يعني انما يعني اقصد تعود للقواعد الاساسية لها يعني قديمة. لانه الحقيقة طب خلينا اخد معاك تصريحات عبود الزمر. يعني الشيخ عبود اعلن اليوم انه الجماعة الاسلامية لن تعود لحمل السلاح، وانه فكرة الصدام المسلح مع السلطة ثبت انها خاطئة، والجماعة حتى تراجعت عنها وندد باعمال العنف والارهاب ضد الكنائس والكثير من المنشآت. هل تعتقد ان الجماعة الاسلامية اختطفها البعض ايضا مع المنهج العنف كجناح عسكري لجماعة الاخوان؟ وهل موقف عبود الزمر بهذا الشكل موقف يمكن ان نقول انه موقف صادق يعني؟ لا انا هقول للاخ عبود والاخ طارق وهم حبايبي واصحابي وكل حاجة ويا ما اترافعنا عنهم، انهم لازم يتذكروا ان القضية بتاعت الجهاد كان فيها اكتر من 300 محامي، وفي المحامين دول ما كانش فيه اكتر من 11 محامي من يطلق عليهم المحامين الاسلاميين، والباقي كانوا من اليسار واليمين وكده. فطول عمر المجتمع بكل افكاره كان بيحنوا عليهم ويحملوا، هم كانوا في منتهى القسوة مع المجتمع الان. وان تبرئة او نفي ان الجماعة الاسلامية مش هترجع تاني للسلاح ده كلام
ما يدخلش دماغك. ما يدخلش دماغك. اللي يدخل الدماغ حاجه واحده يا استاذ عبود، حاجه واحده بس، انك تعتذر وانك تحاسب الاخ عاصم عبد ماجد، ولازم تقول ايه موقف عاصم عبد ماجد من الجماعه. انا اجزم لك ان كرم زودي وناجح ابراهيم والمجموعه دي مجموعه على رشد وعلى فكر دقيق، لكن لا اجزم ان اللي انا شفته سنسحقكم وعاصم عبد الماجد وانت ساكت، وكل اللي يسالك عن عاصم عبد الماجد تقول يعني هو اخ فاضل ورقيق وجميل، ولا يعبر عن ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده زمان قبل ما تبقى حزب سياسي، والكلام ده زمان قبل. انت لابد الان انك تكون في مثل شجاعه الراجل الطيب اللي اتكلم في التلفزيون ده. ده راجل شجاع جدا، عنده قدره على مواجهه الاخرين، فلا تتكلم. انا بعتذر واخطات واخطات، يعني هو المفروض انه بيواجه دلوقتي مليون واحد هيقولوا له انت جبان مثلا، لكن عنده قدره على مواجهه الاخر. لازم اخونا عبود يعلن، وبرده طارق، طارق اللي هو كان ملك العقل والكلام الوسطي الجميل، لابد ان يعلنوا من الان الاخطاء والاعتذار عنها وبدايه صفحه جديده. انما المسائل كده بعد الدنيا ما تتحرق وتولع والناس كلها تتهم الجيش بان هو اللي عمل دي، ويموت ناس من الاخوان نفسهم ظلما وعدوانا، ويموت ناس هنا وناس هنا نتيجه ان هم اتجروا الى حركه حماسيه عملتها منصه خشب من بتاعه الافراح، حمست الناس، واللي قال سنسحقكم، واللي قال لو راجل يعملها والكلام ده، بعد كده نيجي كلنا نعتذر. واخونا صفوت يقول اصل انا كنت هخرج بره عشان اصحح مواقفي. تخرج بره ليه؟ ده احنا عايزين مسؤول يشيل الجثث اللي نزلت، وبالذات من الاخوان، وبالذات من الاخوان. ليه بالذات من الاخوان؟ لان الاخوان انجروا وراكم على ان ده منطلق السمع والطاعه، دفعوا ثمن. الشباب الصغير ده دفع ثمن يا استاذي، هو كان فاكر ان دي تعليمات عليا وبتاع، لكن كلكم اشتركتم في جريمه واحده. بغض النظر الداخليه اجرمت ما اجرمتش، الحكم الشرعي كان بالنسبه لك ايه؟ كلمني انت عن الحكم الشرعي اللي انت اخترقته، مش ما تقعدش تدخلني في تفاصيل مين اللي حرق ومين اللي ولع. انت تناقضت مع الشريعه اللي كنت بتنادي بيها. الان انا اطالب عبود الزمر بكلام اوضح، باعتذار. اعتذار لازم، ليس كافيا ان تقول لا لا لا. ان انا ضد اشعال النار في الكنائس، ما اشعل النار انت فيها. لازم بقى عشان تصحح اعمل لي كتايب تنزل تقبض على الناس اللي بتحرق في الكنائس، ادفع الثمن بقى، قاوم، موت زي غيرك ما بيموت. ليه بقى؟ لان في خطا انت كنت سبب فيه. ما ينفعش، ما اقبلش منك اللي اقبله من صفوت حجازي. اللي اقبله من صفوت حجازي ورايح قدام القانون، لكن وانت بره لا ارجوك. الخطا اللي انتوا عملتوه، اللي وقف البعض قال سنسحقكم وسترون منا ايات الكلام ده كله، لازم حضرتك ما دام جبريل ظهر في رابعه، انا عايز جبريل يظهر عندنا كلنا. الملائكيه دي بقى نتعامل بيها كلنا، شفافيه ووضوح، واعتذار الى الذين، ايضا اعتذار الى الذين هاجمتموهم. ما احنا كنا بنتكلم ونحذر من هذا المستقبل المظلم، لازم اعتذار ومشاركه في بناء الدوله الجديده. دلوقتي حضرتك الوزاره كلها منشغله في ايه؟ منشغله في اللي احنا فيه. الوزاره كلها الخطه ماشيه على رجل واحده، لان في ناس بتمشي الامور، يعني في ناس عندها قدرات وطاقات، وفي ناس بتشتغل في الخارج في الكوارث اللي جبتوها لنا، اللي هو التدخل الاجنبي دي، واخده مش شغل وزاره الخارجيه بس، ده شغل وزاره الخارجيه ورجال اعمال ومساهمين وجولات شعبيه. والسبب في ده كله ايه؟ المصيبه، الكارثه اللي احنا فيها دي كلها ايه؟ لازم يتحدد، ولازم في اعتذار واضح عن هذا الكلام. انا اقبل كل اعتذار في شجاعه الراجل الطيب البسيط محمد عطيه الذي تحدث عن قليل. استاذ مختار نوح، بهذا الكلام المهم جدا الف شكر، اتوجه ليك بالشكر. مشاهدينا هطلع فاصل، وبعد الفاصل هيبقى معانا الاستاذ مرتضى منصور، هنتكلم عن ملفات الارهابيين الذين عفى عنهم الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول، وللاسف الشديد شاركوا في كل العمليات الارهابيه المسلحه الدمويه التي نعيشها الان. ايضا هنتكلم عن اخوانه القضاء في قوائم تتعلق بالقضاء الذين تمكنت الجماعه من اخوانتهم. كمان هنتكلم عن الانتخابات الافضل بالفردي ولا بالقائمه. كل هذه القضايا بعد الفاصل مع الاستاذ مرتضى منصور.